نحن كأبناء هذه المدينة اللي مرينا بهذه الظروف، نحن نشعر بحجم الأسى وحجم الحزن اللي يمرون به حاليا أهالي ذي قار. الرحمة والخلود للشهداء، وهذه فاجعة كبيرة للعراقيين. فنحن الموصل احنا راح ننظم وقفات ضد الحكومة بداية على هذا الإهمال، ومناصرة لأهالي ذي قار، هذول أخوتنا، هذول أهلنا. نعزي أنفسنا أولا، ونعزي كل أهلنا بالناصرية بهذه الحادثة وهذه الفاجعة. وطبعا هذا كله سبب التقصير الحكومي، كما هي تتحمل عقبات ومسؤولية فقدان هذول الشباب وهذول الناس. يعني إنسان يفد يتعالج يطلع محترق، طبعا هذا شيء مأساوي، طبعا شيء مأساوي ومحزن. أخوي اليوم إحنا نشكي من سالفة وهي الأحزاب. يعني اليوم إحنا متأذين كلش. أنا أحكي لك الناصرية من هالرفاعي، أنا جاي أتأذى. يعني البارحة واليوم قلبه محروق على هالناصرية. يعني شنو سبب هاي العالم راحت؟ ليش هيك هاي الأحزاب جاي تأذينا؟ مستشفى تحترق، يصير كل سنة يعني من السنين مرتين بالسنة يحترق المستشفيات. وين كل شيء؟ هاي العالم راح الضحية على مش شنو؟ بس أريد أفتهم، ماكو عمان، ماكو دولة، والله العظيم أنا هسه قاعدة الصبح ميتة من القهر، أخذ جهل وانهزم أشد وين أروح؟ يعني هاي العالم الأبريات جاي تموت، ليش؟ عندنا واحد هسه من حمويني نايم مستشفى، بالمستشفى مال العزل ما أعرف شو اسمها، بالشعلة، والله العظيم بكراني يقول أنا طلعوني، احتمال أنا يوصل للحرق وأموت. زين وين الأمان؟ نعزي العراقيين الشرفاء بفاجعة الناصري، هذه هي الفاجعة الثانية بعد مستشفى ابن الخطيب. يعني ونقول أنه قدر كتب على العراقيين أن تتولاه حكومات فاسدة سرقت البلاد وحرقت العباد. نتمنى أن ما يكون ما حدث بالناصرية نفس ما حدث في مستشفى ابن الخطيب. لحد هذه اللحظة لم يتم اتخاذ أي إجراء رادع، لم يتم محاسبة أي شخص، والجريمة مرت مرور الكرام. قد يكون الحادث عرضي، قد يعني تكون الجهات اللي موجودة يعني قد قامت بمهامها، لكن هناك تقصير. هذا التقصير يجب أن يردع ويجب أن يعاقب المسؤول بأشد العقوبات حتى يكون عبرة.